دكتورة روان صباح النور، أهلا بك. صباح الفل أستاذ توني، يسعد صباحك وصباح المشاهدين الكرام. يعني في ظل الأزمات التي تلف العالم الاقتصادية والصحية، هل إن تناول الحبوب المنومة والإدمان عليها بات ظاهرة صحية خطيرة وبات منتشرا بشكل أكبر؟ نعم صحيح أستاذ توني، للأسف الشديد مع جائحة الكوفيد 19 التي نعاني منها في جميع أنحاء العالم، فرضت بسبب الضغوطات والخوف من الإصابة يعني تأثيرا سلبيا على النفسية عند الكثير من الأشخاص، وبات الإقبال ويعني وتزايد وارتفع الإقبال على اللجوء إلى الأدوية المنومة للأسف الشديد، وخاصة أيضا كمان أن هناك من يعاني أوريدي من يعني من الأرق واضطرابات النوم بعد الإصابة بالكوفيد 19، وحتى أن ممكن أن تستمر هذه الأعراض لفترة طويلة في ما سمي بمتلازمة ما بعد الإصابة بكوفيد 19 أو لونج كوفيد 19 اللي هو كوفيد 19 طويل الأمد. فيعتقد بعض الأشخاص بأنه يعني الحل الأسرع بالنسبة لهم هو اللجوء إلى هذه الأدوية المنومة ومن غير استشارة طبية، وحتى حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية تبين بأن هناك ارتفاع على الإقبال على الأدوية المنومة بنسبة 15%. فهنا صحيح. يجب طبعا أن ننوه إلى خطورة هذا الموضوع، لأنه يجب أن يكون دائما هناك استشارة طبية في هذه الأدوية، لأن سنتحدث إن شاء الله عن مدى خطورة هذه الأدوية. صحيح، يعني تأكيدا على كلامك، عم بقرأ دراسة لواشنطن بوست تشير فيها إلى أن أعداد المدمنين على الحبوب المنومة بعد كوفيد-19 وصلت إلى 1.5 مليون شخص سنويا في العالم. قبل كوفيد-19 كان صحيح. العدد 1 مليون شخص في العالم. بالحديث عن الاستشارة الطبية، هل إن هناك فوضى في توزيع هذه الحبوب المنومة من قبل صيدلياتنا في العالم العربي؟ صراحة أستاذ توني لا، لأنه إحنا كصيادلة يعني علينا تجديد ورقابة يعني شديدة جدا في موضوع الأدوية المنومة. وعندما نذكر الأدوية المنومة، دعنا أستاذ توني نحدد ونفسر ما هي الأدوية المنومة حتى تكون الصورة واضحة. الأدوية المنومة هو مصطلح عام يقسم إلى عدة أنواع. هناك أدوية تصرف من غير وصفة طبية، وهي مثل باراسيتامول نايت الموجود بالصيدليات، يعطى من غير وصفة طبية، يحتوي على مضاد مضادات الهستامين التي من الآثار الجانبية إلها أنها تسبب النعاس، إضافة أيضا إلى مكملات الميلاتونين الموجودة أيضا، وإضافة كمان عندنا كمان نبتة الناردين اللي هي فاليريان روت. هذه الأدوية يعني تتميز عن الأدوية الموصوفة طبيا بأنها لا تسبب الإدمان، وإن كان أيضا هذه الأدوية تعطى بعد استشارة الصيدلاني لأنه لها بعض الآثار الجانبية والمآخذ التي يعني يقوم الصيدلاني بإرشاد المريض فيها. أما عندما نتحدث عن الأدوية الموصوفة طبيا التي يجب أن تكون بوصفة طبية، فالصيدلاني لا يمكن أن يعطي هذه الأدوية من غير وصفة طبية، هي يجب أن تصرف بوصفة طبية بسبب المخاطر المترتبة عليها، ومنها الإدمان والتعود. ويعني كمان المريض لما يعني للأسف الشديد يعني الخطورة تكمن بهذه الأدوية ليس من قبل الصيدلاني، لأن الصيدلاني لا يستطيع أن يصرفها من غير وصفة طبية وهو محاسب عليها قانونيا، إنما ما يحصل أن المريض يلجأ إلى أخذ هذه الأدوية بطرق غير مشروعة أو بمحاولة. أحيانا كمان يعني ممكن يكون هناك شخص موصوف له هذا الدواء من قبل الطبيب ويعتقد بأنه يساعد الشخص الآخر، فيقوم للأسف الشديد بإعطائه هذا الدواء، ثم يقع المريض اللي أعطاه هذا الدواء في يعني براثن ويعني فخ الإدمان. أيضا كمان ممكن يكون أن يكون الدواء مصروفا لهذا المريض من قبل الطبيب وبجرعة معينة لفترة معينة، ولكن ما يحصل عند المريض بأنه يأخذه بأول فترة يعني يرتاح عليه، ثم يتعود الجسم على هذا الدواء، فيقوم المريض يعني من تلقاء نفسه بزيادة الجرعة شيئا فشيئا إلى أن يصل للأسف الشديد إلى مرحلة الإدمان. وعندما يحاول أن يعني يتوقف عن استخدام، نعم يعني ألا يفترض على الطبيب هنا دكتورة بأن يضع حدا لذلك كي لا يصل المريض إلى فترة الإدمان؟ ومن هنا سؤالنا، ما هي المدة الموصى بها لاستخدام هذه الحبوب كي لا نصل إلى الإدمان عليها؟
طبعا سؤالك جدا مهم استاذ توني. طبعا يعني هنا يقع على الطبيب ان يدرس حاله المريض وان يرى يعني نمط النوم عنده والمشاكل الصحيه الموجوده عنده، ويقرر يعني يوازن ما بين الفوائد والمضار بالنسبه للادويه المنومه هنا ومدى حاجه المريض لها والجرعه المناسبه له ويعطيها للفتره المناسبه. وعاده يلجا الاطباء الى اعطاء هذه الادويه لمده 4 أسابيع يعني الشهر. نعم، ما هي المخاطر، مخاطر الإفراط في تناول الحبوب المنومة؟ نعم، هناك مخاطر طبعا في حال عدم الاستشارة الطبية وتجاوز الجرعة المسموح فيها، فإنه طبعا هناك يحصل عندنا مشكلة الإدمان، وعندنا كمان يعني الـ dependence and tolerance، يعني يصبح هناك تعود كامل للنوم على الأدوية المنومة، لا يستطيع الشخص النوم إلا بأخذ هذه الأدوية المنومة، ويعني كمان الجسم يعني يتحمل هذه الأدوية ويصبح لا يعني يرتاح على هذه الجرعة، فيلجأ المريض إلى يعني زيادة في الجرعة شيئا فشيئا إلى أن يصل للأسف الشديد إلى مرحلة الإدمان. وأحيانا يعني بتجاوز الجرعة بكميات كبيرة قد يصل الموضوع إلى الوفاة، فهو ليس بالشيء الهين أبدا. كما أنه أيضا كمان هذه الأدوية تسبب عند الأشخاص يعني بنسميه إحنا الهانج أوفر إفكت، بقاء تأثير الدواء نهارا، يعني بياخذوا الشخص بيرتاح بالليل بحس يعني بينام، لكن بصحى ثاني يوم بحس أنه جسمه فيه خمول، فيه كسل، عنده فلا يستطيع، ما عنده انتباه وتركيز، فهنا لا نستطيع نحن ان نسمح له مثلا في موضوع قيادة السيارة لانه ممكن ان يسبب خطر على نفسه وعلى الاخرين. ايضا كمان لا نستطيع مثلا ان نسمح له مثلا بالتعامل مع الالات الخطرة، هذا كمان يسبب خطرا عليه وعلى غيره. كمان تؤثر على الذاكرة، بيصير في فقدان بالذاكرة قصير المدى، فبيصير في عندهم يعني نسيان، هذا كمان من الآثار الجانبية، يؤدي إلى الترنح، يعني عدم الاتزان والتناسق الحركي في الجسم. أيضا كمان يؤثر يعني على النطق عندهم، بيصير في عندهم حالة التلعثم اللي هي عدم وضوح في الكلام لديهم. ويعني كل هذه الأعراض للأسف الشديد منوطة ومتعلقة بالأدوية المنومة وأخذها بطريقة خاطئة، بالإضافة إلى التقلبات المزاجية اللي بتحصل عندهم. يعني للأسف الشديد، وهذا ما يعني نواجهه نحن الصيادلة بعض الأحيان، أنه ممكن أن هؤلاء الأشخاص المدمنين على هذه الأدوية المنومة أن يلجأوا إلى تصرفات غير مشروعة وغير مقبولة مجتمعيا، بأن يتهجم على الصيدلاني لأنه كل هدفه وبغيته هو الحصول على الدواء، وعندما يخبر الصيدلاني ويمتنع عن إعطائه لأنه هو يمارس واجبه المهني وأخلاقيات المهنة، يتم التعدي على الصيدلاني، وأحيانا للأسف الشديد يتم حتى يعني قتل الصيدلاني، ونسمع من فترة إلى أخرى عن تعديات تحصل للصيادلة بسبب المدمنين على الأدوية المنومة. هذا هو الإدمان. بس في المقابل دكتورة روان، التوقف المفاجئ عن هذه الحبوب المنومة، هل له أي آثار جانبية؟ طبعا لها، هذه الأدوية لها آثار جانبية وهي قد تكون خطيرة طبعا بحسب كمية اعتماد الشخص على هذه الأدوية والجرعة والفترة اللي كان ياخذ فيها هذه الأدوية، فهناك تأثير لها نسميه بالتأثير العكسي، يعني ريباوند إفكت، بيصير في عندهم أرق ارتدادي. يعني هم لجأوا لهذه الأدوية لحتى يناموا، ولكن من فرط استخدامهم لهذه الأدوية وإساءة استخدامها والأعراض، لما يجي يوقفوا هذه الأدوية بشكل مفاجئ بيحصل عندهم أرق ارتدادي، بيحصل عندهم تعرق، كمان بيحصل عندهم رعشة في الجسم، نوبات ممكن أن تحصل لديهم وهلوسة أيضا، بالإضافة إلى أنه المريض ممكن أن يصاب بالاكتئاب، وللأسف الشديد يعني قد يلجأ إلى يعني تصرفات عدائية، وممكن أن لغيره، وقد يلجأ إلى الانتحار. نعم أيضا صحيح، فهي يعني أعراض انسحابية خطيرة. ذكرتيني بمارلين مورو النجمة الأمريكية الشهيرة، انتحارها كان من خلال جرعة زائدة من الحبوب المنومة، ولكن دكتورة يعني القلق والأرق ربما هما السبب الرئيس لتناول الحبوب المنومة والإدمان عليها، ما البديل؟ يعني لنكون واقعيين، لمعالجة القلق والأرق وعدم اللجوء إلى الحبوب المنومة، ماذا نفعل؟ نعم،
نعم، سؤالك جدا جدا مهم أستاذ توني وبشكرك عليه. يجب أن أنوه هنا إلى أنه ليس دائما الحل الأمثل للمريض هو اللجوء إلى الأدوية المنومة. أحيانا يكون هناك يعني أخطاء نحن نمارسها، اللايف ستايل تبعتنا، الأنظمة الحياتية خاطئة، وخاصة في عند ممارسات النوم. يعني عندما يلجأ الشخص إلى النوم يجب أن يلجأ وأن يعني يهيئ نفسه إلى أنه ذاهب إلى النوم، وهذا يعني ارتباط عقلي بيصير عنده أنه خلص هو ذاهب إلى النوم، لا داعي لاستخدام الأدوية الأجهزة الخلوية في غرفة النوم، لا داعي أيضا يعني بقاء الضوء في غرفة النوم أو متابعة التلفاز أو قراءة مجلة. كل هذه الأمور هي تنبه الدماغ. أيضا كمان لا داعي للتفكير الزائد ويعني والتوتر ويعني الانشغال بهذه الأمور خلال فترة النوم. يعني أن يحرص الشخص على أن يكون درجة الحرارة مناسبة بالغرفة، التخت مريح، يعني الظروف مهيئة لحتى أنه يحصل على نوم مثالي. أن يبتعد عن شرب الكافيين قبل النوم. يعني في كتير أشخاص عندهم إدمان على الكافيين وبيشربوا الكافيين سواء شاي أو قهوة أو مشروبات غازية قبل النوم. يجب على الامتناع عن شرب الكافيين بمدة 3 ساعات على الأقل قبل النوم. أيضا كمان يعني ممكن الشخص يلجأ مثلا لشرب الحليب الدافئ أو المشروبات اللي هي الأعشاب اللي هي بتهدئ الأعصاب زي البابونج مثلا واليانسون. يعني ممكن كمان الشخص يلجأ إلى اليوغا، يعني كثير بتفيد وبتساعد. إلى اختصاصي نفسي. إلى الرياضة، الرياضة بانتظام. نعم تفضل أستاذ. اختصاصي نفسي، يعني نكسر المحرمات ونتحدث عن همومنا الاختصاصي. نعم صحيح أكيد. في حال أنه يعني الأرق استمر عند الشخص، هنا يكون الحل أنه يلجأ إلى الاختصاصي النفسي المختص ويشرح له حالته، وبناء على حالته يعني يتم إعطاء العلاج المناسب، ولكن لا يلجأ إلى هذه الأدوية المنومة من تلقاء نفسه. لأنه كما ذكرت لحضرتك أستاذ توني، وحتى بناء على الدراسات تبين بأنه التعديل السلوكي وتوجيه المريض أحياناً للنظام السلوكي الصحيح كان له نتائج إيجابية أكثر بكثير من اللجوء إلى الأدوية المنومة. فكما ذكرت تعديل يعني نمط النوم الصحيح، الابتعاد عن الكافيين، ممارسة الرياضة واليوغا، أيضا كمان أن الشخص ما يكثر من السوائل قبل النوم، لأنه هذا يعني ينبهه بهدف الذهاب إلى دورات المياه. إذا كان عنده مشكلة صحية الرجوع إلى الطبيب وحلها. كل هذه الأمور ينبغي علينا الحرص عليها كي لا حتى نصل. يعني نحل مشكلة الأرق الموجودة. نعم. كي لا نصل إلى الإدمان، لأن كأن الحبوب المنومة رقعة عم نرقع فيها الرقعة، يعني فجوة عم نسد فيها الفجوة، يجب أن نحل المشكلة من جذورها. الاختصاصية في الصيدلة الدكتورة روان عبد السلام، كنت معنا مباشرة من عمان، دايما بتغنينا وبتنورينا، شكرا لك.